من مزامري أبينا داود النبي، بركاته على جميعنا. يا رب غفرت إثم شعبك، سترت جميع خطاياهم، حللت كل رجزك، رجعت عن سخط غضبك. الليلويا، الإنجيل المقدس، فصل من إنجيل معلمنا ماري لوقا البشير، بركاته على جميعنا. ولما ازدحمت الجموع طفقا يقولوا: إن هذا الجيل شرير، يطلب آية فلا يعطى آية إلا آية يونان النبي، لأنه مثلما كان يونان آية لأهل نينوى، كذلك يكون ابن البشر أيضا لهذا الجيل. ملكة التيمني ستقوم في الدين مع رجال هذا الدين وتدينهم، لأنها أتت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهو ذا أعظم من سليمان هاهنا. رجال نينوى سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأنهم تابوا بمنادات يونان، وهاهنا أعظم من يونان. ليس أحد يوقد سراجا ويضعه في خفية ولا تحت المكيال، لكن على المنارة لينظر الداخلون النورا. سراج الجسد هو العين، فإذا كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، وإذا كانت شريرة فجسدك يكون مظلما. فاحذر إذن لئلا يكون النور الذي فيك ظلاما، فإن كان جسدك كله نيرا ليس فيه جزء مظلم، فكل شيء يكون نيرا كما يضيء لك السراج بلمعانه. والمجد لله دائم.